السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذن تتم لفقرة التمثيل المبياني لدالة عددية التي رأينا فيها نشاط ثم تعريف ثم أمثلة، ولتعم الفائدة نضيف التطبيق التالي. التطبيق: نعتبر الدالة العددية F للمتغير الحقيقي X، حيث F دو X تساوي x أس 2 ناقص 4 على القيمة المطلقة لـ x ناقص 2. السؤال ألف: حدد d دو f. السؤال ب: حدد أرتوبي A و B نقطتين من CF افصلهما على التوالي 0 و 3. جيم: هل النقط سي ذات الإحداثيات 2-0 و دي ذات الإحداثيات ناقص 4-6 و أ ذات الإحداثيات 4-6 تنتمي إلى التمثيل المبياني لإف أي CF؟ دال: أكتب إف بدون رمز القيمة المطلقة ثم أنشئ CF في معلم متعامد ممنظم أو إي جي. الحل: ألف لدينا F دو X، قلنا X أس 2 ناقص 4 على القيمة المطلقة لـ X ناقص 2. هنا لدينا مقام، إذن يجب أن نحترز، يعني المقام يجب أن يخالف الصفر. إذن D دو F هو مجموعة الأعداد الحقيقية، حيث أن القيمة المطلقة لـ X ناقص 2 تخالف الصفر، أي X ينتمي إلى R، حيث القيمة المطلقة لـ X تخالف ناقص 2 2. إذن لنحل المعادلة، أو بالأحرى لدينا القيمة المطلقة لـ X تساوي 2، تعني أن X ومقابله لو هم نفس القيمة المطلقة، يعني تعني أن X يساوي 2 أو أن X يساوي ناقص 2، ومنه D دو F فهو الأعداد الحقيقية المخالفة لـ 2 وناقص 2، أي D دو F هو R ناقص الثنائية ناقص 2 2. ب: لنحدد أرتوبي A و B نقطتين من CF افصلهما على التوالي 0 و 3. التذكير بأن نقطة تنتمي إلى CF يعني أن افصلها ينتمي إلى حيز التعريف، وأرتوبها هو صورة الافصول. لدينا F ديالت 0، F لي 0 تساوي F ديالت 0 تساوي هي ناقص 4 على ناقص 2، يعني تساوي 2. وبالتالي فإن أرتوب النقطة A إذن هو 2. النقطة 3 أو الأفصول 3، لدينا F ديال 3 تساوي F ل 3، 3 أس 2 9 ناقص 4 5، 3 ناقص 2 هي 1، يعني F دو 3 تساوي 5. إذن أرتوب النقطة B هو 5. فيما يخص سؤال دال، جيم: هل النقاط سي ودي و أ تنتمي إلى CF؟ فيما يخص النقطة سي، جيم:
لدينا F لإثنان. أولا قلنا لكي تنتمي النقطة لكي تنتمي نقطة إلى السائف يجب أولا أن نتأكد من هل الأفصول ينتمي إلى حيز تعريف. لدينا إثنان لا تنتمي إلى D دو F، إذن نستنتج مباشرة إذن النقطة C ذات الإحداثيات إثنان صفر، إذن النقطة C ذات الإحداثيات إثنان صفر لا تنتمي إلى سأف. لدينا ناقص أربعة تنتمي لـ D دو F و F لناقص أربعة تساوي ناقص أربعة أس اثنان هي 16، ناقص أربعة هي 12، القيمة المطلقة لناقص أربعة هي أربعة ناقص اثنان، إذا قلنا هنا 12 على 12 على اثنان يعني ستة، وبالتالي F ناقص أربعة هي ستة. إذن النقطة D، إذن النقطة أو إذن مباشرة بدون كتاب، إذن D ذات الإحداثيات ناقص أربعة ستة تنتمي إلى CF. فيما يخص الحالة الأخيرة E لدينا أربعة أربعة تنتمي إلى DF و F لأربعة، إذن بالتعويض نجد أن F لأربعة هي الأخرى تساوي ستة، ومنه النقطة E ذات الإحداثيات أربعة ناقص ستة لا تنتمي إلى CF، بما أننا F لأربعة تساوي ستة تخالف ناقص ستة المطلوبة عندنا تما، فإن النقطة E ذات الإحداثيات E أربعة ناقص ستة لا تنتمي إلى CF. سؤال دال، المطلوب منا كتابة F بدون رمز القيمة المطلقة. إذن لدينا كتابة F بدون رمز القيمة المطلقة. F دو X تساوي X أس اثنان ناقص أربعة على X القيمة المطلقة لـ X ناقص اثنان. إذن هنا إذا كان X موجبا فإن F دو X هذه ممكن نكتبها بحال هكا تساوي X أس اثنان ناقص أربعة على X ناقص جوج، متى؟ إذا كان X أكبر من صفر و X يخالف اثنان، وهنا تصبح لدينا X لأن القيمة المطلقة هنا X سالب، إذا القيمة المطلقة هي ناقص X ناقص جوج، طبعا X أصغر من أو يساوي صفر و X يجب أن ينتمي إلى حيز التعريف يعني يخالف ناقص جوج، وبالتالي تعبير ديال F غادي يسمح لنا هكا. كما تلاحظوا هذه متطابقة هامة، غادي نختزلوا x ناقص جوج لان x ناقص جوج يخالف الصفر حسب هذا الشرط، وبالتالي غتكون عندنا f دو x تساوي x زائد 2 اذا كان x اكبر من الصفر و x يخالف 2. ثم هنا غادي تصبح عندنا هنا غادي نختزلوا نعملوا بواحد الناقص تولي عندنا x زائد جوج، وهي اللي غادي نختزلوا بها في هذيك المتطابقه الهامه، طبعا لان x يخالف ناقص جوج غتبقى عندنا هي ناقص
مباشرة نقدروا نحسبها مباشرة نكتبوا هي ناقص x زائد جوج. إذن هنا متى إذا كان x أصغر من صفر و x يخالف ناقص جوج. إذن تلاحظوا هذا هو التعبير ديال f دو x بدون استعمال رمز القيمة المطلقة. إذن لإنشاء CF نرسم المعلم أولا. إذن ننشئ CF في معلم متعامد منظم OIG. كما تلاحظون هنا F عبارة على دالة تآلفية، لكن جزء فقط من دالة تآلفية في المجال الموجب شريطة أن X يخالف 2. إذن يكفي أخذ نقطتين، نأخذ الصورة ديال الصفر هي 2، الصورة ديال 1 هي 3، وبالتالي غنشؤوا هذا النصف مستقيم الذي أصله النقطة ذات الإحداثيات قلنا بأن النقطة 2 لا تنتمي إلى حيز التعريف، نعبر عن ذلك بهذا يعني نصف مستقيم الذي أصله النقطة ذات الإحداثيات 0 جوج، والمار من النقطة ذات الإحداثيات 1 3، والمحروم من النقطة ذات الإحداثيات 2 2. ثم الجهة الأخرى لدينا أيضا صورة ديالت ناقص 1 هي 1 ناقص صورة ديالت ناقص 1 هي 3، ناقص ناقص 1 هي 1 زائد 2 هي 3 هنا. والصورة والنقطة بما أن النقطة الصورة ديال الصفر هي الصفر، إذن هذا المستقيم غادي يمر من هنا نصف مستقيم، ومحروم من هذه النقطة لأن ناقص 2 ليست في حيز التعريف. إذن هذا هو CF. كملاحظة نقدروا نقولوا بأن هنا CF متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. هذه الملاحظة قد نحتاجها في بقية الدرس. إذن الفقرة الموالية هي تساوي دالتين عدديتين. أولا نشاط، نعتبر دالتين العدديتين F و G بحيث F دو X هي جذر مربع X أس 2 و G دو X هي القيمة المطلقة ل X. ألف حدد D دو F و D دو G. ب تحقق أنه لكل X من R F دو X تساوي G دو X. إذن الحل ألف، إذن نعلم أن لكل X من R X أس 2 أكبر من صفر، يعني مربع أي عدد حقيقي يكون موجب، ومنه D دو F يساوي R. ونفس الشيء بالنسبة للدالة الجي، لدينا الدالة الجي عبارة عن القيمة المطلقة لـ X، وكل عدد عنده القيمة المطلقة ديالو، إذن ما عندناش مشكل، D دو جي أيضا تساوي R. ب ليكن X من R، عندنا F دو X تساوي جذر مربع x أس 2، جذر مربع x أس 2 قلنا عند التخلص من المربع نلجأ إلى القيمة المطلقة لـ x، وما هو التعبير؟ ما هو إلا تعبير g دو x. إذن لكل x من R f دو x تساوي g دو x. في هذه الحالة نقول إن الدالتين f و g متساويتان. إن الدالتين F و G متساويتان. إذا نكتبوها على شكل تعريف ديال دالتين متساويتان. ثانيا تعريف. ثانيا تعريف. لتكن
اف دالة عددية و د دو اف مجموعته تعريفها والجي دالة هي الأخرى والد دو جي مجموعته تعريفها نقول إن الدالتين F و G متساويتان إذا كان D دو F يساوي D دو G ولكل X من D دو F F دو X تساوي G دو X الفقرة الثالثة ستكون عبارة عن أمثلة ثالثا أمثلة نعتبر F و G بحيث حالة ألف F دو X F دو X يساوي كوس X أس 4 ناقص سينوس X أس 4 و G دو X تساوي كوس X أس 2 ناقص سينوس X أس 2 حالة باء أو ندرس هذه الحالة هذه كل حالة على حدة إذن لدينا D دو F في هذه الحالة ألف أو في هذا المثال ألف لدينا D دو F كما تعلمون الكوسينوس معرف على R والسينوس معرف على R إذن لا مشكلة لدينا D دو F يساوي R و D دو G أيضا يساوي R إذن الشرط الأول تحقق إذن D دو F تساوي D دو G إذن التأكد من أن لهما نفس الصيغة ليكون X من R اللي هو D دو F لدينا f دو x تساوي cos x أس 4 ناقص sinus x أس 4 تساوي عبارة عن متطابقة هامة cos x أس 2 زائد sinus x أس 2 في cos x أس 2 ناقص sinus x أس 2 تساوي نعلم ان الكوسينوس اكس اس 2 زائد سينوس اكس اس 2 هو واحد في الدائره المثلثيه اذا بصفه عامه اذا كوس اكس اذا هذا تساوي كوس اكس اس 2 ناقص سينوس اكس اس 2 وما هو الا تعبير جي دو اكس وبالتالي نستنتج ان اف دو اكس إذن F و G متساويتان ونكتب F تساوي G F
تساوي جي. مثال باء، اف دو اكس جذر مربع اكس في اكس ناقص واحد، و جي دو اكس جذر مربع اكس جذر مربع اكس في جذر مربع اكس ناقص واحد. نذكر بان مقارنة دالتين او للبرهنة على تساوي دالتين، اولا نقارن مجموعة التعريف. لدينا كشرط اول نقارن مجموعة التعريف، لدينا دي دو اف يساوي هو اكس ينتمي الى ار حيث اكس في اكس ناقص واحد اكبر من او يساوي صفر. هذه بمثابة حدودية من الدرجة الثانية، حدودية من الدرجة الثانية اكس، اكس عامل الى اكس ناقص واحد، هنا ناقص ما لا نهاية، الجذور ديالها هما صفر وواحد. المعامل أ هنا هو واحد عدد موجب، إذن ما بين الجذرين عكس إشارة أ ناقص زائد زائد، إذن ومنه د دو إف ما هو إلا اتحاد المجالين ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. فيما يخص د دو جي يا اكس ينتمي الى ار، عندنا جوج ديال الجذور، يعني اكس خاص يكون موجب، وبما ان جذر اكس اس 2 عفوا هنا جذر اكس ناقص واحد، يعني ايضا اكس ناقص واحد يكون اكبر من صفر، اللي هي اكس ينتمي الى ار حيث اكس اكبر من صفر و اكس اكبر من او يساوي واحد. اذا هنا اكس يجب ان يحقق شرطين، يكون اكبر من صفر واكبر من واحد، وبالتالي يكفي ان يكون اكس اكبر من واحد، او ممكن نلجؤ المحور الحقيقي، ممكن نلجؤ المحور الحقيقي اللي هو هذا صفر واحد. الشرط الاول قلنا هو اكس يكون اكبر من صفر، يعني المنطقه الخضراء. ثم الشرط الموالي اكس اكبر من واحد، المنطقة الزرقاء، وبالتالي حينما تكون لدينا و تفيد التقاطع، يعني المنطقة اللي فيها اللونين معا وهي المنطقة واحد زائد ما لا نهاية. إذا نلاحظ أن بما أن د دو اف هضروا كاستنتاج، بما أن د دو اف يخالف د دو جي فإن اف تخالف جي. إذن نواصل بالمثال جيم. جيم دالة معرفة بالأجزاء، f دو x تساوي 2x زائد 1 حيث x أكبر من أو يساوي صفر. أما إذا كان x سالب قطعا فإن التعبير ديال f دو x هو ناقص x زائد 3، في حين دالة g دو x تساوي 2x زائد 1 إذا كان x أصغر قطعا من صفر، وتساوي ناقص x زائد 3 إذا كان x أكبر من أو يساوي صفر. إذن كما تلاحظون ليس هناك لا جذر ولا مقام، بالتالي d دو f يساوي d دو g. لدينا d دو f يساوي d دو g يساوي r، يساوي r. ولدينا هنا يجب الانتباه الى التعبير ديال اف، هنا يظهر ان لهما نفس التعبير ولكن نفس التعبير ولكن اختلاف المجالات. فمثلا هنا حينما كان اكس سالبا تعبير اف دو جي دو اكس هو 2 اكس زائد 1، وفي حين ان التعبير ديال اف دو اكس هو ناقص اكس زائد 3، وبالتالي
يكفي أن نأخذ عدد ونلاحظ الصورة ديالته. لدينا d de f هو f لي مثلا نأخذ واحد f ديال واحد تساوي ماذا؟ f لي واحد تساوي غادي نشوف واحد موجب، يعني أن f ديال واحد هي جوج في واحد زائد واحد هي ثلاثة، و g لي واحد المنطقة الموجبة يعني x أكبر من الصفر f ديال واحد تساوي ناقص x ناقص واحد زائد ثلاثة، إذن تساوي اثنان، بما أن f لواحد تخالف f g لواحد فإن f تخالف g. إذن يجب تحقق من الشرطين أن d de f يساوي d de f d de g f1 و f de x يساوي g de x لكل x. إذن بهذا المثال نختم هذه الحصة على أمل اللقاء في الحصة المقبلة. شكرا لانتباهكم.